الشادر اللي موجودين فيه يعني بنشتري النهارده خروف لعيد الاضحى، ويعني حسب مواصفات المطلوبه يعني علشان توزيع على اكثر احتياجا للمستحقين، وفي نفس الوقت يعني هيكون الدبح ان شاء الله في يوم العيد المجزر. لكن النهارده احنا جايين بس علشان نختار الخروف ونشتريه وبحسب المواصفات. انا المهندس محمد عبده من جينا واخد بالك تاجر معايا شريك الحاج احمد. قول لنا بقى الاسعار النهارده الخرفان اللي عدى عنها كام؟ 165 كان السنه اللي فاتت ب 85، بس الاسعار النهارده هي زادت شويه عشان العالم طبعا دايم يعني كان الاسعار طبعا زادت شويه.